نعم، الأوضاع في قطاع غزة تشهد حالة أسوأ من الأيام التي مضت، وهذا بفعل عملية النزوح التي لا تتوقف حتى وصلت إلى المناطق الشرقية لمحافظة رفح، حينما تلقي الطائرات الإسرائيلية منشورات على منطقة معينة. الناس يخلون المناطق بشكل سريع، وهذا لأن الجيش الإسرائيلي اعتاد قصف هذه المناطق بعد إلقاء المنشورات إذا كانت هناك منشورات، وأحيانا يقوم بقصفها بشكل مباشر، وهذا ما حدث في مناطق جنوب مدينة خان يونس. أما هذا اليوم ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحمل صورا لأسرى إسرائيليين لدى حماس، وبعد ذلك هذه المنشورات سقطت على مناطق شرق رفح، وبعد ذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة سيارة مدنية وسط محافظة رفح، أدى ذلك إلى وقوع 4 ضحايا وأكثر من 6 إصابات. هذا القصف سبقه أيضا استهدافات متتالية من قبل الدبابات الإسرائيلية، والتي أحدثت انفجارات كبيرة نتيجة القذائف المدفعية التي استهدفت المنازل السكنية تحديدا في شمال رفح ومناطق قزان النجار وقزان رشوان، والذي كان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم هذه المناطق بدباباته، وأيضا اختطف جثامين لضحايا داخل مقبرة خان يونس، ومن ثم أعاد التموضع في منطقة الكلية والتي تقع إلى الجنوب من خان يونس. اللافت أن اليوم الغارات مركزة أكثر من الطائرات المسيرة، هناك استهدافات مدنية لمجموعات من المواطنين سواء في مناطق خان يونس أو وسط قطاع غزة، وكذلك في شمال قطاع غزة التي كان لها النصيب أيضا من الغارات، والتي أدت إلى مقتل قرابة 6 مواطنين نتيجة القصف الذي استهدف مناطق جباليا البلد إلى الشمال من قطاع غزة. نعم، وأيضا نتحدث عن خارطة الاشتباكات البرية، هل هي مستمرة وأين تركزت؟ يعني تموضع الآليات الثقيلة الدبابات الإسرائيلية الأيام الأخيرة نشهد أنها تتقدم وتتراجع، كيف ترصدون ذلك؟ الطرفين يستخدما تكتيك معين في العملية العسكرية. نبدأ بالطرف الإسرائيلي الذي يتخذ عملية التوغل ومن ثم إعادة التموضع، ويتيح للطائرات باستهداف أماكن التوغل. أما في الجانب الآخر الفصائل الفلسطينية التي تقوم هي الأخرى بمباغتة وصد الدبابات التي تحاول التقدم إلى مناطق تقع في وسط مدينة خان يونس، كان هناك إعلانات سابقة للفصائل الفلسطينية أكدت بأنها قصفت واستهدفت آليات إسرائيلية، إما من خلال أنفاق هجومية أو من خلال الشوارع وحرب الشوارع التي تدور في مدينة خان يونس على وجه الخصوص. ودعني أشير هنا إلى أننا لليوم الثاني على التوالي نشاهد مروحيات إسرائيلية تهبط في مدينة خان يونس وتنقل الإصابات الناتجة عن تلك الاشتباكات التي تدور بين الفينة والأخرى بين الفصائل الفلسطينية، ومن ثم تغادر وتنطلق هذه الطائرات إلى الداخل الإسرائيلي تحمل الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. نعم، مسألة المساعدات والخيام نستمع إلى تقارير قمتم بإعدادها غاية في المأساوية للنساء للحوامل للأطفال، هل من جديد؟ هل وصلت؟ هل سمعت هذه النداءات؟ تغير الوضع قليلا يعني، وإن كان النزوح هو في حده يعني مأساة، ولكن على الأقل أن يكون الظرف للإنسان أن يعني يعيش كريما يعني. على الرغم من التقارير التي نصدرها عبر شاشة الحدث والتي لا تنقطع عن حال النازحين هنا في قطاع غزة، إلا أننا أبلغنا قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي أوقف العمل هذا اليوم في معبر كرم أبو سالم، وهذا على غير العادة خلال الأيام الماضية، فيما سمح بدخول قرابة 86 شاحنة وهي سلمت إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. قبل قليل كان لنا اتصال مع الهلال الأحمر الفلسطيني وأكد بأنه تسلم هذه الشاحنات وذهبت إلى مخازنه ليتم توزيعها على العائلات، فيما كانت هناك علامات استفهام على وقف الجيش الإسرائيلي العمل هذا اليوم في معبر كرم أبو سالم، والذي يدخل من خلاله البضائع التجارية وأيضا المساعدات المحملة للأونروا وهي المخصصة للنازحين داخل المدارس. أما عن حال النازحين في الخيام، هنا الناس تعد الدقيقة التلوى الأخرى، وهذا بفعل المنخفض الجوي المتوقع وصوله خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة، وهذا سيدخل المنطقة في كارثة جديدة، كارثة بيئية ومعيشية، خاصة وأن الخيام التي تدخل هي لا تسد الحاجة الكبيرة هنا في قطاع غزة، وأيضا هناك عائلات لا زالت تفترش الأرض وتلتحف السماء في ظروف صعبة ومعقدة دون أدنى مقومات للحياة.